بعض الناس إذا جاء ليدخل اختبارا أو مقابلة شخصية لأجل الوظيفة يقول إلمس الخشب، ويجعلون هذا سببا للتفاؤل بالنجاح في ذلك. إيش؟ يقول بعض الناس إذا جاء ليدخل اختبارا أو مقابلة شخصية يقول إلمس الخشب. لا لا أصل لذلك، يذكر الله ويدعو الله أنه يوفقه في هذه المقابلة في هذا الاختبار، يدعو الله عز وجل. نعم.